لم أزل منذ عهد الصبا مرتابا في اعتقادات الناس المختلفة، موقنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه إنما من جهة السلوك إليه. فانقطعت إلى طلب معدن الحق، وبعثت عزيمتي إلى تحصيل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤه. أثره الضوء وعلومه، والقواعد التي تحكم انكسار الضوء وتدفعه الرغبة في أعمال عقله ليكتشف المزيد من أسرار هذا الضوء. إنه عالم موسوعي وأستاذ مدقق ومهندس بارع في التخطيط والتصميم، لم يماثله أحد من أهل زمانه في العلم الرياضي. مسلم يعرف أن إدراك الحقيقة عبادة في حد ذاتها، وأن العقل مهما بلغ القدرة على التفكير لا بد أن يخطئ، وأن ما يعصم العلم من الخطأ هو التجربة. إنه أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم. في مدينة البصرة جنوبي العراق عاش أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم الشهير بالحسن بن الهيثم. لم يؤرخ أحد لعائلته أو تفاصيل حياته الأولى، لكن المؤكد أن ابن الهيثم انشغل منذ نعومة أظفاره بالقراءة والبحث، ولم لا وهو ابن عصر يستحق أن نطلق عليه العصر الذهبي للترجمة. فقد شهد حركة غير مسبوقة وفريدة من نوعها في الترجمة إلى العربية. مرحلة تكوينه الأولى بدأت في حياته في العراق، سواء في البصرة أو بغداد، في فترة كانت المكتبات عامرة بالأعمال المترجمة عن اليونانية والسريانية والفارسية، معارف العالم القديم، معارف اليونان والهند وفارس، ومعارف السريانية أيضا كانت نقلت إلى العربية، بالإضافة إلى ما قدمه علماء الحضارة العربية الإسلامية من إضافات معرفية جديدة. في هذا المناخ العلمي نشأ وتربى ابن الهيثم، وتعرف على لغات أخرى غير اللغة العربية وترجم منها في مرحلة شبابه وبداياته الأولى في العراق. وفي بغداد حاضرة العلم وقتها، كان ابن الهيثم يجد ما يشبع نهمه ويقتني ما يستطيع ليأخذه معه إلى البصرة، ينكب عليه قارئا نهما في صباه وملخصا دقيقا في شبابه، وشارحا ملخصا في سنوات نضجه، ومعارضا معيدا لصياغات نظريات استقرت مئات السنين في كهولته. قرأ ابن الهيثم على هذا المنوال كتب أرسطو طاليس وشرحها، ولخص كتب جالينوس في الطب وأضاف عليها، وعكف على أصول أقليدس ومخطوطات أبولينوس ومقالات أرشميدس وما ألفه أقليدس وبطليموس في المناظر، وأبحر لسنوات في كتب الفلسفة والمنطق على كتب أرسطو. بعد أن ذاعت شهرته في البصرة، وكان يستفتيه كثير من علماء بغداد أيضا وذاع صيته، وصلت شهرته إلى مصر فاستدعاه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي الشهير، عندما سمع أنه يقول: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص. عبارة قالها ابن الهيثم فما كادت أن تطير إلى سمع الحاكم بأمر الله حتى أولع به وتاق إلى لقائه فاستقطبه إليه.
ولما مثل بين يديه أكرمه وأمر بإنزاله واحترامه، حيث كان مغرما بالحكمة والعلماء، وثابت في التاريخ أنه استعان بكوكبة منهم على رأسهم صاحبنا وابن يونس وغيرهما. فقد اشتهر عنه حرصه على العلم والاستعانة بالعلماء والانتفاع من أفكارهم النظرية ليفيد منها في أرض الواقع. وقد أنشأ الحاكم بأمر الله مركزا للإبداع موازيا لمركز بغداد، بل إنه يفوقه في يوم من الأيام، فمن كان قبلته إلى بغداد في السابق تحول إلى القاهرة الآن. الموديل دي فاتيميد c'était la Bagdad abbasside. Donc sur un certain nombre de points, les Fatimides ont fait ce qu'ils pensaient être la même chose, une grande ville entourée de murailles, ce qu'ils avaient déjà fait au Maghreb, et puis un certain nombre d'institutions, et notamment Bayt al-Hikma. Il y avait déjà donc à Bagdad un Bayt al-Hikma, ils ont fait au Caire, dans leur capitale, aussi un Dar al-Hikma ou Bayt al-Hikma, c'est-à-dire une maison de la sagesse. La sagesse, c'est aussi le terme al-Hikma par lequel les Fatimides parlent de leur science à eux. Donc dans cette maison de la sagesse, où sont venus un certain nombre de savants qui ont été invités par les Fatimides, et notamment par al-Hakim, un certain nombre de savants, des mathématiciens, des médecins bien sûr, des astronomes, un certain nombre de savants sont venus invités par les Fatimides depuis Bagdad, pour donner des conférences, donner un enseignement dans cette maison de la sagesse. Et puis, un des troisièmes grands pans de cette maison de la sagesse, c'était aussi la science ismaélienne, puisque vous savez que les Fatimides étaient chiites. Et donc, ils ont essayé de convertir le peuple égyptien, d'une part, par une da'wa, par une propagande, comme ils l'avaient fait au Maghreb. Donc, il y avait des missionnaires, des da'i, qui allaient dans toute l'Égypte, hein, jusqu'en Moyenne-Égypte et jusqu'au Sarit, pour essayer de convertir les sunnites égyptiens au chiisme. لم يأل الحاكم جهداً ولا مالاً في تجهيز صاحبنا لرحلته لطرف الإقليم بمصر لينجز ما وعد بشأن النيل. هال ابن الهيثم ما رأى من آثار الأمم الخوالي وإحكام صنعتها وجودة هندستها، فتحقق أن الذي يقصده ليس بممكن، وأصر في نفسه أنه لو أمكن ما يصبو إليه لفعله أصحاب الآثار المعجزة. لما اختبر الواقع بنفسه انكسرت همته وازداد يأسه، ووجد الأمر لا يمشي على موافقة مراده. من الواضح من ما ذكر عن الفكرة أنه كان مشروع النهاردة بنشبهه بمشروع السد العالي، طبعا مع الفارق، لكن هي الفكرة إقامة حاجز صناعي على مجرى النهر يسمح بتخزين كميات من المياه وإعادة استغلالها. ابن الهيثم شعر أن في استحالة لتنفيذ مثل هذا المشروع بالإمكانيات التي كانت تحت يده. بعد أن أيقن ابن الهيثم أن حلمه بإقامة مشروع على النيل غير قابل للتحقيق، اضطر إلى العودة إلى القاهرة
شديد الانخذال والخجل، وقدم اعتذاره للحاكم بأمر الله وهو وجل ومتخوف مما يمكن أن يلقاه من هذا الحاكم، فاحتد عليه بعد حوار طال فيه المراء، فقبل اعتذاره ظاهرا ثم صرفه إلى ولاية بعض الدواوين، فقبل ابن الهيثم رهبة لا رغبة. On pourrait penser que Al-Hakim était maniaco-dépressif, c'est-à-dire certains moments de sa vie, il était très très en forme et d'autres moments, il était très dépressif. Et peut-être ça peut avoir une explication dans son enfance. Donc il a perdu son père très jeune, vers 11 ans, et c'est à ce moment-là Al-Aziz, son père, le calife fatimide, et c'est à ce moment-là que lui-même est devenu calife et il avait son précepteur qui servait de régent en quelque sorte, Barjawan. C'était un adolescent assez turbulent et son prédécesseur essayait de le cadrer pour l'éduquer et il l'a fait assassiner quand il avait 16 ans. Donc déjà, c'était quelqu'un qui, assez jeune, avait un tempérament violent, voire cruel. Et puis, plus tard dans sa vie, il l'a manifesté comme un tyran. عجبا للأيام التي تفعل ما تشاء، قمة كهذا العلم الشامخ يستقر به المقام بأمر الحاكم في ديوان الرواتب، ورأس يحوي من العلوم ما يطاول سابقي، يكون هكذا مآله. ترى هل تسرع ابن الهيثم في الإفصاح عن حلمه، أم أن الوقت لم يكن مناسبا، أم أنها تصاريف الدهر وشؤونه؟ كيف أكون شمساً وأضيء بضوئق النيل؟ كم ذا يكابد العقل المضيء من ظلمة الجور، ولكن رب نفع يسوقه الملل، فقد يدفع الضجر بعض المفكرين إلى العبث ليسروا عن أنفسهم، ولكنهم حتى عندما يعبثون تعترضهم أسرار الكون وكأنها تهمس إليهم: إنكم لستم لمثل هذا خلقتم. فها هي عصاه التي يغمسها في الماء لاهيا سائما، تنكسر مولدة نظرية تنير بضوئها وتؤسس للأجيال اللاحقة علما لا يحد. ترى ما الذي تخبئه الأقدار والأفكار لهذا الرجل الحاكم؟ بعد أن رغبه في المجيء بغض إليه المقام، ضيق العالم من رتابة الوظيفة وقلقه من غموض المصير أتاح لشعاع الحيلة أن ينطلق. ادعى ابن الهيثم الجنون، وتختلف الروايات عن السبب، هل هو هربا من هذه الوظيفة الإدارية التي لا يرغب فيها أم خشية من الحاكم بأمر الله؟ حدد الحاكم إقامته في منزله وقيده وفقا لمصطلح ذلك العصر وما كان يحدث مع من يصاب بخلل عقلي. كان الحاكم في ريب من أمر جنون ابن الهيثم، فإلى جانب تكليفه من يرعى شؤونه جعل من يرقب تصرفاته، مما دعا أحدهم ليصنع ثقبا كي تسهل المهمة، فلم يكن هناك فضل على ابن الهيثم بقدر ما كان لهذا الثقب بشأن نظريات الضوء.
فمن عتمة الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحاكم بأمر الله تولدت نظرية الضوء في ذهن ابن الهيثم. اكتشف في تلك المحنة خواص الضوء وأبدع للعالم كتاب المناظر. ابن الهيثم تعرض للضوء من عدة وجوه. يقول أن الضوء عبارة عن مجموعة من الأشعة المادية اللطيفة لها أطوال وعروض، وهذا التعبير مهم جداً لأنه هو نفس التعبير الذي قال به نيوتن بعد ابن الهيثم بعدة قرون عن طبيعة الضوء. ولو أخذنا في الحسبان الفارق الزمني نجد أن العالمين ابن الهيثم ونيوتن قد اتفقا في وصف الضوء بالجسيمات الدقيقة التي تنتشر في خطوط مستقيمة، حتى إذا سقطت على جسم فإنها إما تنعكس أو ترتد حاملة صورة الجسم على حد تعبير نيوتن، وتتناهى الدقة وتتجلى البراعة في فحوى وصف ابن الهيثم بقوله: إنها حبال النور التي تسقط من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس، أو المضيئة عرضيا كالشمعة والسراج، أو انعكست مثل ضوء القمر حاملة صورة هذه الأجسام. الزيادة التي قال بها ابن الهيثم: إذا ما سقطت هذه الأشعة على جسم ما أسخنته، وإذا تجمعت بواسطة مرآة مقعرة في بؤرة عندها جسم قابل للاحتراق أحرقته. فكأنه يقول لنا لأول مرة أن الضوء عبارة عن طاقة. غير خفي على المحقق استفادة العلماء من منظور ابن الهيثم في شرح الرؤية البصرية البشرية، وتأثراً بمقلة العين يبدأ صاحبنا في ابتكار ما أطلق عليه فيما بعد الحجرة المظلمة، وهو ما تقرر على أساسه ذلك المفهوم الذي ارتبط بظهور العبقري ابن الهيثم، وهو سفر الضوء في خطوط مستقيمة. قيمة هذه التجربة أنها الفكرة الأولى لنظرية الإبصار، لأنه كيف يتم الإبصار؟ الأشعة تسقط إلى العين، تمر إلى عدسة العين من خلال هذا الثقب الضيق، ثم تتكون صورة على الشبكية يترجمها العصب إلى المخ. ما أشبه هذا الرجل بمن يسبح ضد التيار في نهر معارف عصره؟ وكم بدا سابقا لأوانه في اعتراضه على نظريات بطليموس التي كانت تقول بأن أشعة الضوء تنبعث من مقلة عين الرائي، حيث اتفق العصر الحديث مع رأي ابن الهيثم المعاكس لنظريات بطليموس التي ألبسها العلم الحديث حلة هزلية. أي طفل الآن يقول: لو كانت الأشعة تخرج من العين فلما لا نرى في الظلام؟ هذا السؤال البسيط غاب عن ذهن أرسطو معلم الإنسانية الأول، وغاب عن ذهن غيره من أساتذة الفلسفة في العصر الإغريقي، لأن المنهج السائد عندهم كان منهجاً تأملياً قائماً على التأمل العقلي الخالص، وكانوا يحقرون من شأن التجربة والأعمال اليدوية. لقد كان له قصب السبق في تأسيس المنهج العلمي النافذ في الاستقراء والاستنباط والملاحظة، فتراه يغوص في أعماق الخصائص المتنوعة للضوء ويركز في كيفية مروره داخل الأوساط المختلفة، وكذلك سلوك المرايا وتأثير المرايا المحدبة على حركة الضوء. ابن الهيثم في فترة ادعاءه الجنون كان بيكتب وبيمارس البحث والتأليف بدليل أحد كتبه المهمة، كتبه سنة 411 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الحاكم بأمر الله، وتوفي في آخرها في شهر شوال، بما يعني أنه كان يبحث طول فترة ادعاءه الجنون.
بعد مصرع الحاكم أعلن ابن الهيثم عن صحة عقله أو عاد له عقله الغائب، وبدأ مرة أخرى يمارس أبحاثه وتأليفه. يأخذ نظرياته من داخل المعامل إلى الخارج، ملاحظاً ألوان السماء والأفق الجنوبي ساعة الغروب والغسق، ويقضي الأشهر والسنين مشدوهاً للتفاعل بين الضوء والظل. حقاً ما أعظم العقل الذي حوى وتحمل كل تلك التأملات من كسوف وخسوف للشمس والقمر، ويحسب لهذه العقلية سبقها بقرون في رفضها لمنظور بطليموس حول السماء، ومناداته لإعادة التقييم لهذا المنظور جذرياً غير متوجس ولا هياب لاتهامات مجحفة بالهرطقة الفكرية. هنا كان له الشكوك على بطليموس، وهذا من الأعمال المهمة جداً، لأنه بطليموس هو صاحب النظرية البطلمية لهيئة الكون، إنه كل الأجرام السماوية بما فيها الشمس والقمر تدور في مدارات دائرية حول الأرض التي تقع في مركز العالم. وهذا النموذج البطلمي تعرض له الحسن بن الهيثم ب16 نقداً أو اعتراضاً. عند بلوغ ابن الهيثم قمة نضجه أصبح الطلاب يفدون إليه من كل صوب وحدب، فلم يبخل عليهم بكشف الحجب عن أسرار كتبه في الفلك والرياضيات وكيفية تطبيق الهندسة على المنطق، وكان إلى جانب ذلك يغرس فيهم تقديس العلم للعلم، كما أنه لم يكن ليقبل تلميذاً إلا بعد اختبار حرصه الصادق على العلم، وذلك بفرض الأجر الوهمي النفيس الذي كان يودعه خزانته كما يختزن العلوم في ألباب طلاب علمه، مباغتاً إياهم بالدنانير التي لم تمس بعد انتهاء المهمة التي تثبت أقدامهم على صراط البحث الذي لا ينتهي. أمور ثلاثة في العلم كان يستنكرها ابن الهيثم: الأجرة والرشوة والهدية، ولم تكن فطرته لتقبل بديلاً عن المذهب القائل: إن العلم يزيد بالإنفاق. قد يبدو للرائي أنه مسترخ نحى عنه همومه، ولكنه صمت العالم المفكر الذي لا يستريح إلا لنظرية يثبتها أو اكتشاف يصل إليه. فما هو بمتغزل في جمال البدر، بل محقق في أمر مائية الأثر الذي يظهر في وجه القمر. أن لمن ينشد الحكمة ويطارد الحقيقة أن يهدأ له بال، فما تزال روحه محلقة في سماء التأمل تبحث في النور والظلمة عن مفاتيح الكون العجيب. فكر وتأمل واسبح بعقلك، فما مات أهل العلم بل هم بما تركوا خلفهم أحياء.